خليني بقى هنا اخد على التليفون الدكتور مصطفى بدره خبيرنا الاقتصادي الكبير. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازاي الصحه يا استاذ مصطفى؟ عامل ايه يا فندم؟ الحمد لله والله، ربنا يخليك يا رب. حدثنا واسهب القول يا دكتور وما تخبيش علينا حاجه. اتفضل. احنا عايزين نتكلم شويه على مساله ما هو السر الرئيسي وراء انهيار سعر الدولار في السوق الموازيه، ويجي جنبها يمكن سؤال استكمالي، إلى متى يستمر الانهيار؟ ولا هو انهيار لحظي زي ما بيروج البعض وسوف يعود الدولار في السوق السوداء لسابق أسعاره؟ طب شوف يا فندم، خلينا نقول من يوم الأربع الماضي كان في ملامح ظاهرة إن البنك المركزي المصري في اجتماعه لجنة السياسات هيتخذ قرارات وفق البرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. من يوم الأربعاء يا فندم والسوق السوداء انتشر فيها الكلام، وابتدى يكون في تراجع من الأسعار اللي احنا بنقول ان احنا بنسمعها منهم. ناس بقى بتقول لك رقم فلاني، وناس بتقول لك رقم فلاني، وناس ارقام كده خرافية. وكنا دايما بسألهم لو سمحت حد يقول لي القيمة العادلة للرقم اللي انتوا بتقولوه. فكانوا بيردوا عليك يقول لك ايه ده، وفق العرض والطلب. طب تقول لهم مين بيوزن العرض والطلب ده؟ يقول لك السوق السوداء. عارف حضرتك اللي هي الدايره المفرغه؟ تسالهم طب مين ماسك السوق السوداء؟ يقول لك العرض والطلب. كلام بعيد عن اي رؤيه اقتصاديه ولا فكريه ولا حتى ثقافيه. ولكن كان للاسف بيستغلوا الناس، وللاسف كمان الناس تاثرت بالاشاعات وكثير من الارتباك اللي بيحصل في الاسواق. من يوم الأربعاء يا فندم، يوم الخميس البنك المركزي أصدر تعليماته برفع سعر الفايدة، وكان في نفس اليوم إن تقريبا تم الاتفاق المبدئي حوالين برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. حلو. من يوميها يا فندم بقى وأنت بتسمع كل يوم في نزول في نزول في نزول، لدرجة يا أستاذ يوسف الجمعة اللي ما كانش الناس بتشتغل فيها ولا حد، يوم الأحد يعني جمعة وسبت وحد، الانخفاض زي ما حضرتك شايف كده من 30 ل 40%. كويس؟ ده انخفاض. لكن الانهيار لما هيخش البنك المركزي يقفل العملية دي نهائيا. يقفلها يعني يعمل ايه يا دكتور مصطفى؟ يعني لازم هيحط سعر صرف هتخش البنك بكرة بعده بعد بكرة، اللي هو ان شاء الله اللي حضرتك وكلنا بنتكلم فيه ايام معدودة، هتلاقي مفيش كلام اسمه السوق السوداء. اروح البنك الاقي احتياجاتي خلاص، هتبقى يعني قضي الامر. طيب ان شاء الله بتوع السوق السوداء دايما بيعتمدوا على قصه اللي هو ايه، سيبكم من الاعلام، سيبكم من الصحافه، ما تصدقوش كلام الخبراء الاقتصاديين، احنا اللي بنقول لكم وهو ده السعر، وسيبك من الهبوط ده، ده هبوط لحظي وهيرجع تاني. لكن انا هنا بسال دكتور مصطفى، هل هناك أي شك في اتفاقنا مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي؟ ما تزعلش مني يا أستاذ يوسف، الاتحاد الأوروبي هو اللي أعلم، مش إحنا اللي أعلمنا. بس كده. ده الاتحاد الأوروبي نزل بيان رسمي وأبلغ الدولة المصرية عن طريق وزارة الخارجية. صح. بما يقرب من رقم 10 مليار دولار تقريباً، أنا بقرب الرقم لأن هو أيوه. باليورو، الرقم باليورو، فانا حولته لدولار. انا بقول لك تقريبا الرقم تم ابلاغ به الدوله المصريه ب 10 مليار بما يقرب ب 10 مليار دولار. دي نمره واحد. حلو. نمره اتنين يا فندم، المؤسسات الاجنبيه، وحضرتك يعني اشطر مننا بكتير، اي حد من كان بلغ بلغ كده حضرتك وافتح على كل المواقع الاجنبيه، بيتكلموا زي ما حضرتك تفضلت ان الاتفاق اللي وصل بين صندوق النقد الدولي وبين الدوله المصريه في حدود، في حدود ال 10 مليار دولار هم هيكونوا اقل نقدا، يعني هيدفعوا جزء كبير منه خلال البرنامج الاساسي، وفي حوالي ما بين 12 ل 14 من الشركاء. فلو انت جمعتهم الاثنين هيعملوا حوالي قرب ال 20 مليار دولار. طبعا دول على فترة زمنية طويلة. أيوة على فترة زمنية ممكن تكون سنة اتنين بس، في كاش داخل جوه الجهاز المصرفي وهتحصل عليه الدولة المصرية خلال إن شاء الله الشهر الحالي. خلينا أكبر المدة شوية، الشهر الحالي اللي هو قبل رمضان. أيوة. كويس كده، قبل رمضان، قبل رمضان إن شاء الله، قبل رمضان.
إن شاء الله. علشان يكون تم الانتهاء من المعضلة اللي كانوا دايما بيتلاعبوا بيها أمام إيه الناس. الأمر الثالث، وطبعا ده من الجهات الاستثمارية، إن في مشروع كبير بيسمى رأس الحكمة، تم تقديره أكتر من 22 مليار دولار، هيخشوا يستثمروا فيه شركائنا إخواتنا الإماراتيين والسعوديين والأجانب مع الدولة المصرية. اسمه يا فندم رأس الحكمة. مشروع اسم مشروع استثماري كبير، مشروع استثماري كبير اسمه رأس الحكمة. تمام؟ حلو. كل ده النهاردة بيديني 3 شهادات في غاية الأهمية. واحد، إن شركائنا من صندوق النقد الدولي بيراجعوا معاك وبيقول لك إن أنت على الطريق الصح، بس شد حيلك يلا. جميل. هتقول لي النهارده كان بعثة صندوق النقد الدولي، النهارده سوري بعثة البنك الدولي كانت لسه بتقابل دولة رئيس الوزراء من خلال ساعة ساعتين. حلو جدا. يعني البنك الدولي كمان مع دولة رئيس الوزراء، يعني إن شاء الله خلاص الاعتماد قريب. دي نمرة واحد. الشهادة الثانية يا فندم، إن الاتحاد الأوروبي شايف إن إحنا فعلاً دولة قادرة على زيادة المشروعات والاستثمارات، ولكن عندها ما بيسمى بالتعثر المالي، يعني عندها أزمة مالية من جراء الأحداث الخارجية، فأنا أحاول أخرجها من أزمتها المالية. طبعاً أنا مش زي اليونان، لأن أنا مش عضو اتحاد أوروبي، لأن أنا مش في أوروبا، بس زي ما ألمانيا عملت مع اليونان خرجتها من تعثرها المالي علشان تقدر تستأنف المسار الاقتصادي بتاعها. طبعا دول كان عندهم حزمه تخطت ال 400 مليار، يعني ده كان حاجه عظمه دي. وطبعا كانت الاوضاع الاقتصاديه مغايره للوضع الحالي يا استاذ يوسف. بكتير بكتير. ثالث حاجه وثالث شهاده بالنسبه لي، خلي بالك الناس فرحانه بالمشروع اللي هو راس الحكمه. ايوه انا فرحان. اه طبعا. لكن انا فرحان باللي بعده كمان يا استاذ يوسف. ان في شهاده ثقه ان احنا الحمد لله عندنا مصداقيه مع شركائنا، ايا كان المستثمر بيخش يحط عندك المليارات دي عشان يشتغل، عشان شايف ان سوقك كسبان وكويس. طبعا طبعا. ويا ريت احنا نشتغل على كده يا استاذ يوسف. الاستثمار بتاع ما تم حتى الان، ان انا اقتصاد موثوق فيه. حقيقه دكتور مصطفى انا مش عارف اشكرك ازاي، كل الشكر ليك دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.